ها قد وصلنا. نعم وصلنا. أشعر. أنني أسترد روح المغامرة من جديد. أسترد روح المغامرة من جديد. أنني أسترد روح المغامرة من جديد. أريد مطعما. عراسي خانو. شكرا. أتفهمين ما يقول؟ أتفهمين ما يقول؟ قليلاً. فأنا أفهم لغة الكتابة العربية. العربية. فأنا أفهم لغة الكتابة العربية. إلى حد ما. ولكن من الواضح. من الواضح. لكن من الواضح. أنه يعدنا بوليمة. يعدنا وليمة. وليمة. إنه يعدنا بوليمة. من نوع خاص. من نوع خاص. لا سيما وأنني قرأت عن الطعام الشرقي. قرأت الطعام الشرقي. لا سيما وأنني قرأت عن الطعام الشرقي في كتاب دولا مارتان الذي سبقني إلى هنا منذ عدة سنوات. دولا مارتان كان هنا. كان دولا مارتان كان هنا. نعم يوجين. لم أكن أعلم بذلك. لم أكن أعلم بذلك.
أما أنا فقد علمت. فقد علم. أما أنا فقد علم. ولهذا أتيت. أتيت. ولهذا أتيت. يبدو أن هذا البلد. يبدو. البلد. البلد. يبدو أن هذا البلد. قد أعجب سيدتي. إنها ليست مسألة إعجاب ببلد جديد فقط. إنها ليست مسألة إعجاب. إعجاب. جديد. جديد. إنني أضع أقدامي على أعتاب قارة جديدة. على أعتاب قارة جديدة. إنه الشرق. وكم تحرقت للقائه. سيدتي إننا النساء الوحيدات في هذا المقهى. إننا النساء الوحيدات في هذا المقهى. أعلم ذلك يوجين. أعلم ذلك يوجين. ولكن أخاف أن يصيبنا الأذى. يوجين عزيزتي. عندما تكونين برفقة سيدة إنجليزية. برفقة سيدة إنجليزية. فليس هناك ما تخشين. فليس هناك ما تخشين. إن حكومة صاحبة الجلالة. تربطها علاقات صداقة وتحالف. مع السلطنة التركية. تذوقي هذا الطعام. كم هو لذيذ. لذيذ. كم هو لذيذ. كنت متأكدة أنني لن أندم.
كنت متأكدة أنني لن أندم. كنت متأكدة لن أندم. كنت متأكدة أنني لن أندم. شكرا لك يوجين. شكرا لك يوجين. شكرا لك يوجين. شكرا لك أيها الطباخ اللطيف. شكرا لك أيها الطباخ اللطيف. لطيف الطباخ. شكرا لك أيها الطباخ اللطيف. خان خان أوتيل أوتيل أوتيل.